بكل اللي بيشوفونا على شاشة أكسترا نيوز في كل مكان، حلقة جديدة من الإبداع في مصر، واللي تعودنا إن احنا نقدم لكم فيه كواليس الأعمال الفنية وكمان المهرجانات وفعالياتها في مصر وفي الوطن العربي. تابعونا وهتشوفوا معانا كل جديد. فرقة المسرح الكوميدي واللي بيديرها الفنان ياسر التوبجي قدمت مسرحية جديدة وهي العيال فهمت، واللي متاخدة عن رائعة السينما العالمية صوت الموسيقى The Sound of Music، ولكن بشكل مسرحي معاصر في إطار غنائي كوميدي راقي يناسب كل أفراد الأسرة المصرية. العرض ده بيناقش الفجوة بين الأباء والأبناء ومحاولة تقليص الفجوة دي في ظل صعوبة تنشئة الجيل الجديد في الوقت الحالي، وبيجتهد العرض لفهم أفكار الصغيرين والتقريب بينها وبين قناعات الكبار في إطار مضحك. العرض ده من كتابة أحمد الملواني وطارق علي ومن إخراج شادي سرور والديكار لحمدي عطية والأزياء لشيماء محمود والإضاءة لمحمود الحسيني واستعراضات دارين وائل وأشعار طارق علي والموسيقى لأحمد الناصر. مسرحية العيال فهمت من بطولة رنا سماحة ورامي الطنباري وعبد المنعم رياض وإيهاب شهاب وكمان رانيا النجار ومحمود الهنادي وأميرة فايز ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب الجدد زي محمد علي ونور شادي وجيسي أسامة وأحمد هشام رحيم رزق وندى محمد وروضة عز العرب وعلي شادي. بطل المسرحية الفنان الكبير عبد المنعم رياض بيقدم خلال أحداث العرض دور مدير البيت الطيب اللي على فطرته ولكنه بيفتقد القدرة على التربية. تعالوا نشوف قال لنا إيه عن تجهيزه للشخصية مع المخرج شادي سرور. بعمل دور زكريا، زكريا ده مساعد الكابتن عاصم، ده اللي عهد لي بتربية الأولاد بعد مامتهم ما توفت، وطبعا انشغال الكابتن ببعض الرحلات والسفر، فهو بقى المسؤول عن الثمان أولاد، وهو قريبه من بعيد من بلد أرياف، بني آدم طيب جدا على الفطرة، إنسان حساس جدا، كل الحكاية إنه هو مخلص ولكن لا يفتقد طبعا لأصول التربية وتربية الأطفال من النوع ده أو الشباب من النوع ده، خصوصا كمان في غياب الأم فكان في فجوة كبيرة جدا، وبيفضل موجود معاهم لحد الآخر. اللي رشحني للدور الأستاذ شادي سرور مخرج العرض، وده طبعا قامة كبيرة جدا عندنا في الإخراج وفي التمثيل، وأنا سعيد جدا بالشغل معي. كل ده بالتنسيق مع المخرج، أنا راجل أولد سكول شوية، فأنا لما بحب أذاكر تمام بحب أذاكر الشخصية من جوه الأول وبعد كده نشوف بره إيه. فإحنا ذاكرناه من جوه كويس قوي، فهمنا الراجل ده تركيبته النفسية والبيئية والعصبية وممكن لو بيضحك بيضحك منين، ممكن التركيبة بتاعته تبقى شكلها عامل إزاي من بره، لبسه، فلبسه مش اختياره، لبسه اختيار عاصم، شكله الطبيعي ما فيهوش اي تجديد ما فيهوش اي اختلاف، ولكن جوه يحمل ليرز كتير جدا من الانسان الفطري الطيب. وطول الوقت احنا كنا معتمدين على فكرة كوميديا الموقف والكوميديا الشخصية، احنا مش بنجري ورا ضحك، احنا هو البني ادم ده بيتكلم ده الطبيعي بتاعه، انت ممكن تصدقه وتتعاطف معاه وممكن تقول يعني شوية يعني على حسب الناس بتتقبل ده، بس الحمد لله كل ردود افعال الناس هايله جدا. بتشوفيه في العام في العم في الخال في قريب حد من ناحيه الاب من ناحيه الام، انسان طيب ممكن في بعض الظروف تحكم عليك ان انت تبقى محتاج ان هو يبقى جنبك او بيساعدك، فهو ما بيتاخرش في ده، بالعكس ده راجل ساب مستقبله ساب اللي وراه عشان يربي 8 اولاد مش ولاده،
هو ده المسج بتاع العرض، لانه العرض قايم على فكره صراع الاباء والابناء اللي ما بينتهيش عبر العصور، ولكن في عصرنا ده ممكن يبقى الموضوع زايد شويه صعب. ليه؟ لان احنا في سماوات مفتوحه وعندنا سوشيال ميديا وعندنا عولمه وعندنا ناس في ثانيه ممكن يعرف ايه اللي بيحصل في برلين، بيعرف ايه اللي بيحصل في طوكيو، بيعرف العالم انفتح تمام. فالعالم ده مستحيل يبقى منفتح وانت خايف على اولادك فتصادر عليهم فكره انه ما يقربوش من العالم ده. لا، انت شاور لهم على الخطر، شاور على الخطر وفي نفس الوقت خلي عينك عليهم، لكن ما تحجبوش عنهم، لانه اجلا ام عاجلا هيتعاملوا معاه، او ممكن الخطر ده يأذيهم لو هم مش عارفينه. ففكره ان العيال فهمت، العيال كل ما بتكبر العيال بتفهم، ولازم تبقى طول الوقت انت بتدعمهم ان هم يفهموا. الاب لما هيجي هتوصل له رساله واضحه، الابن لما هيجي هتوصل له رساله واضحه، اي حد من الاسره هتوصل له رساله واضحه. الرساله بتقول زي ما انا قلت لحضرتك، ده صراع لا ينتهي عبر الاجيال تمام. دايما مفهوم القديم عن الحياه اللي هو اتربى عليها شيء، والحياه الجديده بمعطياتها بمستحدثاتها شيء تاني. فيهمنا طول الوقت ان انت لازم تبقى عارف ايه الجديد اللي بيحصل في الدنيا حوالين اولادك، وفي نفس الوقت ما تقفلش عليهم، ما تبقاش خايف خوف مرضي ممكن في يوم من الايام يبقى سبب في كسرهم، مش ان هو بيحميهم، لا، انت بتشاور له وبتعرفه الطريق، وفي نفس الوقت طول الوقت عينك عليه وفرحان جدا باللي هو بيعمله. طول الوقت هو هيبقى شايل لك ان انت عرفته العالم ده من عينيك انت. بندعوكم ان انتوا تيجوا تشرفونا تتفرجوا على العيال فهمت، عرض اجتماعي اسري ميوزيكال لايت كوميدي هيعجبكم جدا، وان شاء الله نوعدكم بالمتعه والفرجه الجيده. كاميرا الابداع في مصر عملت كمان لقاء مع الفنان احمد هشام، واللي حكى لنا عن شخصيه الولد العبقري اللي بيعملها في المسرحيه، هو اللي بيذاكر على طول، وعن حلمه وتعامل شخصية الوالد معاه. تعالوا نشوف قال لنا ايه. بعمل دور جودة عاصم، ده المفروض الولد المخترع العبقري اللي بيذاكر دحيح يعني بمعنى صح، وهاكر المفروض ان هو بيلعب في الكمبيوترات والالكترونيات، حلمه ان هو يبقى اهم هاكر في مصر، بس الحقيقة ان هو مش عارف يحقق حلمه جوه البيت لان والده بيبقى حبسه في قفص، ومش بيحب ان هو يتعرض للامور الدنيوية اللي بره، ما بيحبوش يتفرج على الحاجات بتاع التيك توك اللي هي الشعبية اليومين دول، لان هو بيكره حاجة اسمها مهرجانات، وبيحب الطرب والحاجات القديمة والزمن، زمن الفن الجميل، فبيضطر ان هو يقفل عليهم ويكبت حريتهم. طبعا هو الولد شقي شوية، يعتبر قلاش العيلة يعني زي ما بتقولوا، فبيهزر كتير، لأن ده نظرا لعقليته هو بيحب ده، هو تاني أصغر إخواته أصغر الولاد، بس هو تالت واحد من الآخر في الولاد. إحنا تمانية معنا، معاذ ونعمت وهمت وجودت اللي هو أنا، وايبك من ايبك وشوكت واسمت وعصمت، معلش هي الاسامي تقيله شويه لان هو متمسك بالتراث القديم بيحب الموضوع ده. اللي رشحني استاذ مخرج كبير شادي سروق. صعوبات الدور كانت المفروض ان هي من الاول وقت تحضير البروفات، ده كان ليه علاقه بالورق والكرياته بتاعه الكلام وتفكيري في التفاصيل بتاعه الشخصيه، لان اغلب الوقت انا ماليش كلام كتير، بس مضطر ان انا ابين تفاصيل شخصيتي وسط المجموعه، لان كل واحد في اخواتي ليه كاركتر منحوت بطريقه معينه، ليه صفات معينه، بيحب حاجه وما بيحبش حاجات، فانا مضطر ان انا اوضح ده بطرق غير الكلام، يعني غصب عني لازم في المايم ابقى مركز ان انا جوه الكاركتر بتكلم كويس. وقت البروفات ده كان بصراحه اشد وقت، لان كمان المخرج بتاع المسرحيه شديد شويه في التعامل، فبيخلينا ملتزمين زياده عن اللزوم، وده بصراحه ده اللي بينجح الموضوع، بينجح المسرحيه. بطل العرض طبعا هو استاذ رامي التنباري، طبعا شايل حاجات جميله جدا وعنده امكانيات تحفه، بنتعلم منه طبعا لانه استاذ كبير. وطبعا استاذ عبد المنعم رياض يعني كوميديا خارقه للطبيعه، الحمد لله يعني بيكريت افهات بسم الله ما شاء الله عليه، يعني في كل مكان بطريقه وخيال وجوده راقيه جدا جدا. انا شايف ان اهم حاجه في المسرحيه بتعلم درس مهم جدا، ان احنا طريقه تعاملنا وتربيتنا مع اولادنا تبقى
بال 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 بالطريقة اللي بيتعامل بيها نغم اللي هي رنا سماحة، انت هتفهم من ده ان انت ما تكبتش على اولادك، لان ده اللي بيطلع منهم عرباجي او ارهابي، او هو ده اللي ممكن يوصل مستقبله انه ما يكونش افضل حاجة. كبتك عليه او ضغطك عليه ما اعتقدش ان ده شيء كويس. فك وسيبه وخليه يكون بأريحيته وحريته وسط العالم علشان يعرف يتعلم. بس دي نصيحة صغيرة يعني على قد ما قدرت. ياريت تيجوا تتفرجوا طبعا، لان استاذ عبد المنعم رياض الكوميديا والجمال والصورة الاستعراضية والاخراج والمسرحية من تراث قديم، يعني تحس انها من الزمن الفن الجميل، يعني زي قصة الحي الشرقي طبعا، زي استاذ سمير غانم، وحاجات من الزمن اللي احنا بنحبه. اخيرا لقينا حاجة بتعبر عن حبنا للمسرح، هو ده المسرح الحقيقي فعلا. انا بدعوكم كلكم انكم تيجوا تحضروا مسرحية العيال فهمت على مسرح المسرح الكوميدي اللي هو مسرح ميامي في وسط البلد الساعة 8:30. الفنانة أميرة فايز بتعمل دور مربية قوية الشخصية، والأولاد هيعملوا مقالب فيها عشان تمشي بعيد. تعالوا نشوف قالت إيه عن دورها وعن المسرحية ومخرجها في لقائنا معاها. دوري مربية سجانة، الحد الشديد بقى القوي اللي هيجي وحيرسى عليه الاختيار، بس بعد كده الأولاد هيبدأوا يعملوا فيا مقالب عشان أمشي. اللي رشحني لدخول العرض ده أستاذ شادي سرور المخرج بتاع العرض، وده مش أول عمل ليا معاه، ده تاني عمل معاه. هو كان بصراحة يعني أستاذ شادي فظيع، هو بيقعد على أيدينا كلنا مش أنا بس، بيبدأ يمسك الشخصية ويفصصها من A to Z، بيبدأ يورينا كل الجوانب بتاعتها، بشتغل عليها ازاي، ببدأ اتفرج كمان على حاجات خارجية تخليني ادخل جوه الدور اكتر، وغير البروفات كتير بقى، يعني غير العروض نفسها، يعني استاذ شادي نفسه بيبقى موجود حاضر معانا العرض، واخد باله من كل صغيرة وكبيرة بصراحة. كواليس لا الحمد لله احنا كلنا هنا اصحاب، يعني برا المسرحية وبرا البروفات وبرا العرض احنا اصحاب، بنخرج مع بعض نقضي وقت كتير حتى في ايام الاجازات. ده بالنسبه للكواليس. بالنسبه ايه تاني؟ الصعوبه. الصعوبه لا، هي عشان اعمل دور سجانه حاجه بعيده تماما، يعني انا قبل كده عملت دور مذيعه ده تمام، عملت دور رغايه غير لما تبقي سجانه، شخصيه غيري خالص، شخصيه حاده جدا، ليها تفاصيل في المشيه، في البصه، في رفعه الحاجب، في قوتها. لا الموضوع صعب، كان لازم ان هو يتذاكر كتير، كله يجي وهو مطمن جدا. مسرحيه ما بتقدمش اي حاجه فيها اسفاف او خارجه عن اي نطاق من تقاليدنا وعاداتنا المصريه. كمان في رساله حلوه بنقدمها للاباء وللابناء، ازاي بنحافظ على اسره، على بيت سعيد. فكله تعالى يتفرجوا وهم مرتاحين نفسيا، هيكونوا مرتاحين مأمنين. الفنان إيهاب شهاب عملنا معاه لقاء وكلمنا عن الشخصية اللي بيقدمها في المسرحية، وقال كمان إن العرض ده رسالة لتغيير مفاهيم وأسس التربية في مصر. تعالوا نشوف قال إيه تاني. بلعب دور عابد الجار الرخم، موقف كوميدية بيخش على البطل هو الأستاذ رامي التنباري، والأستاذ عبد المنعم رياض بيغلس على الأولاد بطريقة لذيذة جميلة. هو مكروه بس بطريقة كوميدية، الأستاذ شادي مخرج العرض هو عاملها بطريقة لذيذة جدا. أرجو أن الناس يعني تنبسط من ده. مسرحية طبعا في رسالة مهمة جدا، ورسالة مش موجودة، وممكن تغير مفاهيم وأسس التربية في مصر، لأن هي أن مش كل اللي بيعوزوا الآباء والأمهات لأولادهم بيتحقق. يعني مثلا أنا والدي عايزنا أبقى أطلع دكتور، أنا عايز أطلع مهندس، ما يفضلش يقول لي لا أنت مهندس، لا شوف رغبة الآباء الأبناء إيه، تشوفهم هم عايزين إيه. هو ده الرسالة، رسالة الأب والأم ان هم يشوفوا ميول الاولاد ايه. انت عايزه تطلعي مهندسه، عايزه تبقى مغنيه، مش شرط، لا ممكن يفشل يبقى دكتور يبقى فاشل، ممكن يبقى مهندس فاشل، لا حسب رغبه الاباء والابناء. الاستاذ شادي عامل توليفه غير عاديه، هو الاستاذ ياسر الطوجي مدير مسرح الكوميدي، جايبين فيه 4 بنات و4 ولاد زي العسل من طلبه المعهد العالي في المسرحيه.
اللي انا اتشرف ان انا خريج معهد عالي الفنون المسرحيه قسم تمثيل واخراج. منقيهم منقي كل واحد في دوره. وفي طفل صغير اسمه علي شادي ده يعني مفاجأة العرض، نجم صغير ان شاء الله تشوفوه. في معنا رانيا النجار، في معنا أميرة، في معنا محمود الهنيدي، في معنا طبعا الأستاذ رامي الطنباري والأستاذ عبد المنعم رياض، النجمة الجميلة العسليات كلها لأن هي تبقى نجمة مستقبل المطربة والممثلة رنا سماحة. دي حاجة جميلة قوي، هو منقي الشخصيات وعارف كل واحد ايه. فشادي أستاذ شادي عارفني فجايب إيهاب للدور ده، جايب عبد المنعم رياض للدور ده، كل واحد في دوره كبير مش شرط المساحه ايه، كل واحد عامل توليف، عامل موسيقى والحان غير عاديه. البولات بيرقصوا، البنات والاولاد بيرقصوا ويغنوا مع الابطال. تلحين الملحن العبقري احمد الناصر. والله بصي انا كراجل يعني محترف وكده، انا ما بشتغلش اي حاجه، بشتغل في حاجه اللي انا بحبها، فما فيش حاجة عندي حاجة اسمها صعبة. أنا بحضر للدور، بذاكره كويس قوي، بعيش الشخصية شخصية إيه، فبقعد مع المخرج نشوف هنقول إيه، هنعمل إيه، لأ اعمل ده إيهاب، لأ هنشيل ده، هنحط ده، لأ طب جرب ده، اعمل ده. معيشة طبعا مع توجيهات المخرج مهمة جدا على فكرة، لانه عارفني وعارف كل الشخصيه اللي هو المخترف، عارف ناديه ومحمود، عارف هو بيعمل ايه، فعارف ايه المناطق الكويسه اللي في ايهاب فبيطلعها، عارف المناطق الوحشه لا بيستبعدها. وده نتاج عمل حوالي 3 شهور تحت رعايه الاستاذ خالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافي والمشرف على البيت الفني المسرح. في نهضة مسرحية بتشهدها المسرح الدولة الأيام دي بقيادة الفنان الكبير الوزير الثقافة الأستاذ هنو، يعني ده حاجة، دي طفرة. المسرح الدولة كلها منورة، في مسرحات كتيرة قوي قوي منورة، في روميو وجولييت، في عامل القلق، في مش عايز أقطع مسرح، كل مسارح الدولة منورة السنة دي، في مسرحات جميع أنواع ومتنوعة، في أطفال، في كبار، في دراما، في كوميديا، في ميوزيكال زي اللي معانا اللي احنا يعني المسرحيه دي العيال فهمت ميوزيكال ماخوذه عن ذا ساوند اوف ميوزك بس معالجه تانية، كاتبها الاستاذ طارق علي والاستاذ احمد ملواني كاتبينها بطريقه واشعار الاستاذ طارق علي. فدي المسرحيات دي اضافه، انا بقول المسرحيه دي بالذات العيال فهمت بترجعنا لزمن الفن الجميل، مسرحيات القديمه، مسرحيات فؤاد المهندس، مسرحيات سمير غانم، مسرحيه الغير تذلة اللي فيها الإفيه بيبقى محترم. الأسرة هتقعد ما فيش كلمة خارجة، ما فيش هتقعد تنبسط تشوفي أولاد بيمثلوا بيغنوا، في رقص، في حاجة، في ابتهاج، فبدعوا كل الناس تيجي تتشرفنا في المسرح الكوميدي. عملت خلصت فيلم روائي قصير إخراج تأليف وإخراج الأستاذ مصطفى كيلاني اسمه سند وغابر، وبنحضر دلوقتي الفيلم كبير إنتاج إماراتي مصري قطري مشترك. أما الفنانة جيسي أسامة فأكدت أنها خدت ورش كتير وبتحب التمثيل جدا والرقص والغنى، وتعلمت من كل النجوم الكبار اللي في المسرحية كتير قوي. تعالوا نشوف قالت إيه كمان. المسرحية تتكلم عن بيت هو الأب منغلق شوية وشديد قوي، فهما الأولاد كل واحد ليه هواية وهو رافض الحاجات دي، هو بينقي لهم كل حاجة، وهي البنت رسامة وتحب الرسم وهايبر شوية، فمع الوقت بقى في المسرحية شخصيتهم بتتغير لما بتيجي المربية وكده. مفيش هو يعني الدور أكتر شغل جماعي أكتر، هو تحضير للشخصية ذات نفسها، بس هي شخصيتها يعني فن واكتف شويه، هو اكتر حاجه كانت الرقص والغنى دي اكتر حاجه حضرنا لها يعني كتير. كل العروض في عرض عن الاحلام وفي عرض رمى المربيه بتيجي، يعني هتشوفها في المسرحيه. الرقص والغنى والتمثيل هي دي اكتر حاجه بتبان يعني. استاذ شادي يعني كان عارفنا وكده وجربنا في الدور واختار المناسب. انا في اولى ثانوي بحب التمثيل واخدت ورش قبل كده، واستاذ شادي يعني كان عارفني وجربني في الدور والحمد لله توفقنا. التعامل مع الممثلين الكبار معانا احنا كجيل اصغر بصراحه هم بيشجعونا جدا وبنتعلم من خبرتهم كتير، خصوصا مع الصاله. وفي مثلا استاذ عبد المنعم هو كوميديان طبعا سكره وكبير جدا، نتعلم منه ازاي
يعني بيرمي الإفيه وبيتعامل مع الصالة ازاي وقت الضحك وكده. وطبعا استاذ رامي برضو خبره كبيره جدا، وبرضو استاذ رنا في خفتها ولذاذتها وهي فراشه قوي، فبنتعلم منهم الحاجات دي كتير. هما كمان مش بيحسونا ان احنا اقل منهم خبره خالص، هما بيتعاملوا معانا اننا في نفس المستوى. الكيمياء اللي ما بين الشخصيات وكده لازم تبقى متحققه بجزء كبير، لان احنا طاقتنا هي اهم حاجه، فهي ما كانتش حاجه صعبه بس هي كانت لازم حاجه تبقى متحققه لانها ضروريه. فدي كانت اكتر حاجه اشتغلنا عليها كلنا، ان احنا نفضل بباور طول المسرحيه طول الثلاث ساعات. كاميرا الإبداع في مصر عملت لقاء مع الفنانة رانيا النجار واللي بتشارك في بطولة العرض، وقالت إنها اشتغلت كتير على الشخصية اللي بتقدمها في المسرحية، ووضحت إنها كانت بتسمع كلام المخرج شادي سرور في كل حاجة بيقولها. تعالوا نشوف رانيا قالت إيه. أنا دوري مربية، المفروض داخلة مربية، مربية أطفال، لكن بسبب حالتها المعقدة بتحصل شوية مشاكل، فلازم تتفرجوا المسرحية. هو دور حلو قوي وفي متعة في الشغل. أنا موظفة في المسرح الكوميدي، واللي رشحني أستاذ مدير ياسر الطبجي، أستاذ ياسر الطبجي وأستاذ شادي برضو جابني، ودي كانت أول تجربة لي مع أستاذ شادي، وهو اختارني في الدور ده مع أنه دور معقد بس إحنا تراهننا عليه أنا أستاذ ياسر، والحمد لله نجحنا مع أستاذ شادي وطلعنا حاجة حلوة قوي. لازم تبقى الشخصية مركبة، بس هناخدها من أنهي ناحية؟ هل من ناحية العقلية؟ هل من ناحية الهدوم؟ هل من ناحية الشعر؟ هل من ناحية التصرفات؟ فخد يعني قعدنا اشتغلنا عليها لغاية لما عملنا شخصية مركبة جميلة مضحكة. أستاذ شادي أنا ما تعبتوش معي، هو شافني ممثلة شاطرة كويسة، بسمع الكلام، باخد توجيهات مظبوط، بعمل اللي هو مطلوب مني، فالحمد لله كان بيشجعني. وكنت متوقفة بس الفترة اللي فاتت شوية لظروف يعني خاصة بيا، ورجعت دلوقتي وبعمل المسرحية دي التانية. والسنة اللي فاتت عملنا مسرحية طيب وأمير، اخرج أستاذ محمد جبر ومجموعة من الفنانين كبيرة جدا، ودي تاني مسرحية ليا يعني السنة دي إن شاء الله. إن شاء الله يعني لسه ما فيش حاجة يعني مؤكدة، فإن شاء الله اللي جاي هيبقى أحسن. وطن مسرح الدولة عامة كله ينفع للعائلات والمجتمع، يعني للأطفال والعائلات، لأنه بيبقى مسرح محترم، يعني ما فيش ألفاظ خارجة، فيش كلام، فيش حاجات خارجة خالص، فمتاح. وبالنسبة للمسرحية مسرحية العيال فهمت، تنفع لكل المستويات، كل الأعمار، كل الناس يعني. لا مسرحية جميلة وحلوة جدا جدا. تعالوا اتفرجوا على مسرحية العيال فهمت، اخراج استاذ شادي سرور، تنفع لجميع الاعمار، هتنبسطوا قوي، تعالوا. وكمان من اللقاءات اللي عملناها مع الفنانة روضة عز العرب، واللي اكدت لنا ان المخرج شادي سرور هو اللي رشحها للدور ده، وانها سعيدة جدا بالعمل معاه، خصوصا وان دي اول تجربة ليها في المسرح. وكان كل المشاركين طاقة ايجابية وروحهم حلوة وبيساعدوا بعض طول الوقت. تعالوا نشوف قالت ايه كمان. دوري في المسرحية عصمت من اولاد عاصم، هي كاتبة بتكتب روايات وحاجات عن طريق الافلام اللي هي بتقراها بتشوفها والحاجات دي، ما عندهاش الاتقان ان هي تكتب بحرفية شوية، تكتب حاجات عباسية اكتر. الرسالة اللي بتقدمها يعتبر مش رسالة، بس هي العرض كله بيقدم رسالة، يعني الأطفال كلها بتقدم رسالة واحدة، مش كل حد بيقدم رسالة بدوره. بيقدموا رسالة اللي هو الكبت من الأب ليهم، يعني هما بيبقوا مكبوتين فقدام الأب حاجة، ومن ورا الأب مع المساعد اللي في البيت زكريا حاجة تانية خالص، بس فهم الجمهور بيشوف بقى التناقض بين الجزئين. الأستاذ شادي سرور هو اللي اختارني للعرض ده، ودي كانت فرصة حلوة قوي بصراحة، يعني مبسوطة ان انا اشتغلت معاه. كنت عاملة تلفزيون وسينما، مثلت في فيلم الشيخ جاكسون اخراج عمرو سلامه، ومثلت في مسلسل حق ميت، ومثلت في مسلسل كابوس، وبس مسرح ما اشتغلتش قبل كده، دي اول مره ليا كمسرح. الممثلين التقال طبعا استاذ رامي التنباري واستاذ عبد المنعم واستاذ رنا سماحه، فهم لا هم طاقه، يعني هم زي ما على المسرح فهم معانا جوه، لا يعني روح حلوه وبيشجعونا ومعانا على طول في كل حاجه. الشباب فهم شباب زي ما على المسرح زي ما في الكواليس ويمكن اكتر كمان،
كلنا برضو بيبان كمان للجمهور ان احنا قد ايه مترابطين مع بعض وان احنا متفاهمين. في اهتمام كبير قوي يعني استاذ خالد جلال جالنا هنا العرض وكان بيشجعنا كتير جدا. استاذ ياسر الطبجي ما بيسيبناش دقيقه وكل يوم معانا وبيشجعنا وفي تشجيع يعني في الكواليس. انا نفسي اعرض للجمهور الكواليس اكتر من العرض نفسه. الكواليس حلوه قوي يعني احنا مع بعض اللي هو يعني مثلا لو حصل اصابه لو حصل اي حاجه فاحنا اخوات او احنا مع بعض في الكواليس زي بره. لو غلطنا في حاجه فتمام عادي كمل. فدي حتى استاذ شادي برده ما بيسيبناش وبيشجعنا تعالوا احنا مستنيينكم وان شاء الله ما يبقاش اخر سيزون يعني احنا نفتح كذا سيزون ورا بعض وتنورونا في اي وقت. وحقيقي العرض ده هيبسطكم واي اب وام مش عايزين اطفالهم يمسكوا تليفونات لمده 3 ساعات يجوا العرض ده. وده كان ختام حلقتنا النهارده لكننا مكملين معاكم تغطياتنا المهمه جدا لكل الفعاليات الفنيه المصريه وكمان لقاءات من كواليس المهرجانات والاعمال الفنيه هتلاقوها هنا بس في الابداع في مصر. اشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. كان معاكم مي حامد.